سلام أجمل عرابة، يعني للأمانة إشي راقي. يلا يا شباب الحقوني. يعني زي ما انتم شايفين عرابة بلد كثير حلوة وجميلة، وإحنا هسا وصلنا عند منطقة اسمها قصور عرابة، وهي في أختها واقفة، خلينا نروح عليها ونحكي معها. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ينطيك العافية. الله يعافيك. أنا بدي أسألك يا نرجس، بدي أسألك سؤال. لو أنت هسا واقفة على منبر وقدامك المسؤولين والرئيس بسمعوك، شو بتقولي لهم؟ تفرجي هان وجهي لهم كلمة، شو بتقولي له؟ بنحكي لهم إنه إحنا جيل، يعني أعطونا مجال بنبدع، نقدر إنه نطور حالنا. شو في؟ شو مالك؟ إحنا مظلومين لسه، مش معطيين حقنا الحكومة. يا زلمة أي حق يا زلمة يا أبو حق؟ بدنا حقنا، بدنا شو الحق اللي بدك؟ بدنا نعبر عن رأينا. طب عبر منو؟ أقول لك؟ بدك تعبر عن رأيك؟ هاي المسؤولين وهي الرئيس، وكل واحد بقول عن حاله مسؤول قاعد بسمعك. احكي اللي بدك اياه، يلا طلع هان احكي، يلا سمعني. برنامجنا اسمه يلا يا شباب. يعني انا بدي اشوف هالشباب شو مشاكلهم، شو همومهم، شو مطالبهم. يعني انا لحد هسه ما سمعتش الا واحد ما فهمتش شيء. ما فهمتش شيء منك. شو اللي بدك اياه؟ قل اللي بدنا اياه يا عمي. اللي بدنا اياه بدنا نعطيه، بدنا الحكومه انها تعطينا حقنا. حلو 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 حلو. واحده بدنا الحكومه تعطينا حقنا. شو الحق يا ابو حق؟ الحق اول شيء التعبير عن الراي بكل اشكاله. منو منعك تعبر عن رايك؟ نعم، هو في شغلات ممنوع نعبر عنها عنا هنا. مثل ايش؟ ما فيش حدا سمعنا. قول. سفع الرابع يا عيوني، كيف حالك؟ السلام، التباعد الاجتماعي. شايفك هيك زي اللي يعني تعبان نفسيا، يأسى من الحياة. ليش؟ ايش يصير؟ وين نروح؟ وين نشتغل؟ شو نعمل؟ وين نطلع؟ طب اسمعني. تفضل. اطلع هان. طلعت. الرئيس والوزراء والمسؤولين قاعدين بيتابعوا فيك وبيسمعوا فيك. شو بتقولهم؟ يحكي. أنا كشاب وفرونا فرص عمل، أعطونا خلينا نعيش بهالبلد، يفتحونا مجالات شغل، يفتحونا إشي نطلع نروح نيجي. مش إنه ولا إيش، شو بدنا نشتغل؟ شو بدنا وين نروح؟ هذا اللي بكون. الله العظيم يأسني هذا يا زلمة. من يأسان؟ توجه رسالتك بكل أريحية وبدون خوف. قول. بدنا ندعموا الشباب ان تشتغل، يصير معها مصاري عشان يتحرك السوق. لما الشباب كلها قاعدة السوق بموت، والشكات بتطج، وكله خربان الوضع. مرحبا. مرحبا. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو اسمك انت؟ يا زلمة شو مالك هيك ماشي؟ يعني زي التعبان هالكان، مش شايف الفضاء. شو في؟ مش اشي، بس الجو حامي، بس مش اكثر. الجو حامي بس، مش اشي ثاني. لا لا لا. طيب بدي اسألك سؤال. اسأل. هسا لو المسؤولين والوزراء والرئيس قاعدين بتفرجوا عليك، شو الرسالة اللي ممكن توجهها لهم، او المطالب اللي ممكن تطلبها؟ وقف هان، هاي الرئيس والمسؤولين والوزراء قاعدين بسمعوك، احكي. يعني اذا بدي اطلب من الرئيس والمسؤولين والوزراء يعني تحسين الحال، تحسين حالة الشعب، كيف يعني الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، يعني هذا أهم مطلبين. يعني طيب شو في مطالب شخصية يعني لك؟ لك أنت؟ أنا ولا إيش، أنا مطالب الشخصية نعيش بأمان وسلام. يا عمي مواطن صالح هذا، بقول له أطلب هاي الرئيس بسمعك، وهاي الوزراء بسمعوك، وهاي المسؤولين بسمعوك. بقول لك أنا بديش شيء، تحسين حال الناس. طيب. على اساس انه ايش هو يعني ما شاء الله
انا بقول لك يا زلمه اطلب إلك إلك. انا شو بدي اطلب؟ اطلب 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 يعني. يا زلمه الطلب ببلاش، اطلب يا زلمه يكع بسمعك. والله يا الرئيس والمسؤولين والوزراء قاعدين بيسمعوا فيك، اطلب بصوت عالي اطلب. والله ما في اشي بدي اطلب يا زلمه، انا بطلب قلت لك. اه شو بدك؟ حكيت لك. المستقبل حلو، قاعد بستناك، بقول لك تعال احضنك. تعال يا ابو الورد، انت هيك حاسس انه المستقبل ولا شايف المستقبل اسود؟ احنا على الوضع بنعيش كل يوم بيوم، مش شايفين انه في مستقبل على الوضع. والله اذا ضل هيك الوضع فيش مستقبل. يعني انت يا سهل على بقول لك الشباب هم عماد المستقبل، الشباب هم اللي بيبنوا صح؟ اللي بيبنوا عندهم يبنوا، لما فيش شغل فيش مصاري فيش شيء. ما دورك تغير، دورك تغير. توصل صوتك. لما نوصل صوت ما يدبر يفتحوا لنا مصانع، يفتحوا لنا شيء، يفتحوا لنا شغل. في مصانع نشتغل. في مصانع هي معبي العرابة كلها مصانع. ايش عرابة فيها مصانع؟ بالله عليك والله. طب افتح لك مصنع انت بدل مصاري. يعني ممكن انك تطلع تقول انا هذا الحكي عاجبني، اداء المسؤول الفلاني مش عاجبني مثلا، منو بقول لك لا؟ يلا عبر عن رايك يا اخوي، عبر قول. شو اقول؟ شو اللي مضايقك انت؟ انت كشاب هسا انت شو بتشتغل؟ انا بشتغل شيء قاعد عن العمل. طيب بايد مين هذا الحكي؟ هذا بايدي بس دورنا، الواحد بدور. طيب وما لقيتش؟ لا ما لقيتش. طب شو اسوي لك انا؟ بس خليها في بالك، تراثنا الفلسطيني نرد نعيده، نرد نعيده. وبدنا صحيح. وبدنا هالجيل الجديد يتمسكوا في الماضي وبتراثنا، بدناش تراثنا يضيع لانه صحيح. قاعد تراثنا بنسرك. في حدا ممكن يجي يقول لك هات اصنع لك مستقبلك؟ كل واحد بيصنع مستقبل الحال، بس بدك جو محيط انه يساعدك على تصنع مستقبلك. طب ما انت دورك كشاب انك تبادر، توصل كلمتك، ترفع صوتك، تحاول تغير وتعمل إشي. احنا الشباب زي المحبوس بغرفه فيش باب. منو حابسك؟ من وين نطلع؟ منو اللي حابسك؟ هات الكل. وين نطلع؟ انا بسالك منو اللي حابسك؟ في وظائف هون، في شغل، دور فيش. اتعب حالك فيش، اتعب حالك يا زلمه. كيف عطفاضي؟ في مصانع، في مصانع، في شركات، في شركات. وين موجودة؟ بس انت قاعد هيك قاعد فوق ال 100,000 وهو متخرج قاعد. انا بشتغل. يعني انت كيف بتقضي وقتك؟ انت اكيد على الانترنت. ها على المشكلة الانترنت. وين المشكلة؟ وين يا حبيبي؟ فيه. المشكلة فيك. ما دام المشكلة فيك انت لازم تعدل من حالك. مزبوط. بس عدلنا من حالنا الواحد. ما تقضيليش وقتك سهر وفيسبوك والله اعلم شو كمان. أيوة بقول لك وضعه تعبان. وضعه تعبان، وضعه تعبان. كل وضعه تعبان بالفعل. شو حابب تشتغل؟ أي شيء بشتغل. مو لا أنت اللي بدك تطلب عشان يوفروا لك الشغل، شو حابب تشتغل أنت؟ أي شيء يفتحوا شغل بنروح نشتغل. يعني أنت بإيش مبدع؟ أنا كل شيء بشتغل. كل شيء بشتغل. كل شيء. وفروا له شغلة كل شيء. شو رسالتك للمسؤولين مرة ثانية وشو بتقول لهم؟ اسمعوا. الله يهونها بس شو. مش مسترجي. لا شو بدك؟ والله ما انت مسترجي، شكلك مش مسترجي. ناطح يطول يا زلمة. شو تناطح؟ هلا في حرية رأي وتعبير، احكي رأيك. قول قول يا زلمة، ما بسمعوا فيك. الله يهونك يا زلمة، كله ما بسمعوا فيك المسؤولين. شو بدك تقول؟ اطلب. اطلب؟ ها وجد فرص عمل لهالشباب، وخفض الضرائب على الاستيراد وعلى الاشياء، خلي الناس تبيع رخيص والناس تشتري. هو اللي بقول مش انا. مرة ثانية بقول لك، شو في عندك رسالة حابة توجهها للمسؤولين بصوت عالي ومن غير اي تردد ومن غير اي خوف؟ المسؤولين هيهم قاعدين بسمعوك. قولي احكي. احنا الجيل اللي ممكن انه نبدا، ممكن في كل الطرق والسبل موجوده امامنا انه نقدر نعمل اشي بالمجتمع يكون لنا مكانه. للمره الثانيه بقول لك، هي الساحه قدامك. اول اشي استنى يا زلمه. قول اللي بدك اياه. الغاء البطاله. اللي مثلا اللي بدرس انجليزي بده يصير استاذ انجليزي، انه بروح يقدم معاه كل الكفاءه. عندك التربيه كلها واسطات. واسطات؟ انا ما قلتش. انت هذا الحكي بتتحمل مسؤوليته. يعني انت بتتهم انه في واسطات، يعني انت لو لك واسطه توظفت. مزبوط. انت شو دارس؟ يا
ايش؟ بعدك صف تاسع؟ اسالك بالله، انت بصف تاسع وقاعد بتقول لي بطاله او بنتخرج وما روح 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 امشي امشي يا زلمه، صف تاسع وقاعد بقول لك بطاله، روح. مراد. هلا ابو سليم. هذا ابو مراد سمعني وانا بقول يلا يا شباب. بقول ليش يا حبيبي، انا يعني اختيار، انا شاب. انت شاب؟ اولا انت شاب بروحك. لا الحمد لله. هسه يا ابو مراد اطلع على الكاميرا، شايفها؟ شايفينها. اللي قاعد بتفرج عليك الرئيس والوزراء والمسؤولين قاعدين بدهم يسمعوك، شو بتقول لهم؟ يا سيدي اول شيء الله يعيننا على كل الحاك. اسمع اتخافش واللي منعتقده اتخافش كل اللي جواك. شو مطالبك؟ شو يعني اعتبرهم قاعدين بيسمعوك؟ انا بدي احكي مطالب اولادي. احكي يلا. اللي هم الشباب، الشباب الجداد اللي طالعين هسه عيال، يعني بالذات اللي هم خريجين الجامعات هسه، هموم الشباب هذول خريجين هالجامعات. انت شو بتطلب منهم؟ قاعدين بيسمعوك، شو بتطلب منهم؟ شخصي؟ إشي شخصي، إشي للبلد. إيه؟ لا، تشجيع اللي هو القطاع الخاص. قالوا لجينا الدمع وهو عقيق، وعلي يغمى تارة وأفيق، كل الشعوب تضيق من أحزانها، أما أنا فالحزن مني يضيق. يلا شباب.